سلامة، ما له داعي شرب كل هالقهوة. هي؟ لأن الكافيين يقلل امتصاص الجسم من الحديد بنسبة 50%. نقص الحديد عند الحوامل ما في مزح أبداً يا سلامة، ويأثر على صحة الأم والجنين وعلى نمو الطفل وتطور إدراكه وذاكرته بعد الولادة. وفي الحالات القصوى ممكن يؤدي للإجهاض أو الولادة المبكرة. خلال الحمل قلب المرأة يشتغل أكثر، وكمية الدم في الجسد تزيد بين 30 إلى 50%. عشان شي النساء بحاجة إلى كمية أكبر من الحديد. للأسف يا سلامة، حوالي 50% من النساء الحوامل يعانون من نقص الحديد بدرجات متفاوتة. رغم أن مصادر الحديد كثيرة، مثل اللحوم الحمراء والحبوب الكاملة والمكسرات والفواكه المجففة. بالإضافة للمكملات الغذائية. ولضمان حمل آمن وولادة سليمة، ضروري الالتزام بحمية غنية بالحديد ودائما تحت الإشراف الطبي. وعساكم دوم صحة وسعادة.